كيروز، ابو كيروز خرطوا مش بيتك انا. لك قوم قوم تعال تعال شوف لي هالجريدة. كم حرف؟ لك شو كم حرف؟ قال كم حرف؟ شوف اسكوتها. شو بدي شوف هون؟ شو ها؟ شو ها؟ يا طيب مين عو؟ لا 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 يا حوين شبابك. شفت؟ شفت على هالدنيا؟ طول الحورة اعمل هيك جمدي. روح خبر المدام. لو شو بدك تجيب للجلطة انت؟ اخي ما بدي يقوموا بالواجه. بيقوموا بالواجه. المهم هلا نعرف كيف بدنا نخبرهم. على كل نعود هون ولا تفتح امك ولا بحرفها. تحرك يا لطيف على هالدنيا يا لطيف. فوت. قال ايوه. الو مين؟ وانا في ايدي اليمين خدت السماعه بوسها وسكتي ما قلتي كلمه وانا بسمع همسته. قال ايوه الو بعدين بحكي معك بعدين بحكي معك. يا محروس عون. لا معلش مدام شكرا لك بس كنت حابب اسالك سؤال. خير. فرج شو اسم ضيعته؟ ليش شبه؟ ما في شيء هيك بس كنت عم بتحذر انا وكيروز وما عرفنا. شو اسم ضيعته لك فردوس؟ مع اني كنت روح كثير ايام الخطبه. شو اسم ضيعته؟ شيء بدك تقول محروس مثل ام العنافس طنابر طنافس؟ ام الطنافس هي هي. اللي شوفي ما في شيء مدام ما في شيء هيك بس مجرد سؤال. انا اسف لاني قطعت لك مكالمتي. ليكون عامل له شيء فنطي بامريكا. لا 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 ما في شيء مجرد سؤال مدام شكرا لك. هو هو فعلا ما تأكد الخبر. خليني اروح لجوا اعطي عليه. شكر امك يخرب بيتك يخرب بيتك. شو بتحب خبر الشقم؟ خلينا نشاور ابو فايز ابو ياسر ونشوف شو بيشوروا علينا. يعني ابو فايز شو بده يخبرون؟ بالابره ولا بالسيروب يعني؟ بديش يدشتك العافيه مثلنا يعني لازم انا اخبر حدا ما يعني اخي. مش لا تفضحنا. سكرت امك تعود. خليني اخبر حدا. هو سكرت امك ولا حرفها. خلينا نعرف شو بدنا نساوي بهالمصيبه اللي حلت علينا. لك حاجتك تعد نمحو بصماتك من كتر العد. ولك مصرياتي وبدي عدها. ايه انا شفان عليك. تمك صار مثل عداد الكازية عم يفتح ويسكر. شو رأيك يعني حط موظف يعد لي مصرياتي؟ لا اخترعوا هلا جهاز بيعد المصاري لحاله. العلم ما خلى شي لبني ادم. وك هاي المشرطة وهي اللي عليها 2 كيلو للزيق انو عداد بده يعدها؟ هاي يلي عليهم للزيق شيلهم بعجلهم. نفس الشيء ما بيصفى كم وحدة يلي ما عليهم للزيق. مرحبا يا جماعة. أهلين وسهلين. حدا منكم معه ضغط؟ حديد؟ مش برا وبعيد. يعني أعصابكم بتتحمل؟ لك أوف لك. أبو ياسر تعال قرا لي الخبر. خير إن شاء الله. شو في؟ سيك. هات لشوف. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ارتاح أحسن ما يتصبح بهالوجوه اللي بتقطع الرزق كل يوم. هلا نحن وجوهنا بتقطع الرزق. أخي أنت ما دخلك. أنا وجهي بيقطع الرزق. لك عندي شيء؟ هلا وقتك ووقته. المهم نعرف كيف بدنا نخبرها للمدام. أبو فايز بخبرك. لا يا هلا كل خبر شئ بتحطوني أنا بوز المدفع. روح خبرها انت. مزبوط ابو ياسر انت الك مكاني خاصه عندها. بعدين على اساس سوا انت وياها من الصف الرابع. بس خبرها من حيث يعني لا تجرح مشاعرها لا تدجني دشتك العافيه. طيب طيب ماشي. ابو ياسر ابو ياسر شو دريت؟ ايه دريت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا لطيف على هالحاله. هلا محول واحد قد اللاطه يروح فراطة. شو بدنا نسوي؟ أنا لازم أخبر المدام. لا أنا رح أخبرها بأسلوبي اللطيف مو مثل حكايتك دلدلتك العافية. كان أنت خبر المدام أنا بخبر مرتوب. لا تعال هون. هلأ بتجي هالجلطة. خلينا نخبر أمها بالأول وبعدين هي بتخبرها بمعرفتها. لك يا أخي لازم أخبر حدا أنا. لك عود حاجة شو لم يعود. حما هالشغلة لا تضيف عليك يا دنيا. فوت. تجوزته باخر الفيلم ردوا عادوا لياها هي بالليل والدنيا ضلمه. اهلين ابو ياسر بعدين بحكي معك. مرحبا فردوس. اهلين ابو ياسر يا هلا يا هلا.
سمعتي بالطيارة يلي وقعت المثلث برمودا وراحوا كل ركابها؟ لا ما سمعت. لي نحن نقطع قلبنا إلا بركة بركة، يعني هي اللي كان فيها فرش. لا أبعد الشر عن قلبه. شو عرفك بركة؟ لكن امبارح حكى معي من شيكاغو، كان على التليفون عم يجعر جعير. معناتها هي هي الطيارة اللي كان فيها فرش. بعيد الشر عنه، شو عم تحكي انت؟ مين اللي قالها؟ يا فردوس هذا اللي صار، هذا اللي صار. يلا طيب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا الله والى اليه راجعون. قولي علي عليك يا بنتي، ترملتي على صخر، قولي. الخبر هيك بدك تغرق عمي. لك شلون ما قلت لها الخبر بده يصير هيك؟ بعرف انا. طب يا ولد عمي شو بدنا نعمل هلا؟ قوموا خذوها لجوا. قومي قومي اختي. قومي بودي بودي ما اخذت بودي. ما صار شيء، طلعوا الجماعة لا عندهم علم ولا عندهم خبر. خبرتوهم؟ ايه
خبرناهم ما شاء الله حوله ابو ياسر شو مهضوم، حكى لهم الحادثه بالتفصيل، تقولي كان قاعد بالطياره وقت وقعت ببرمودا. وشلون تقبل الخبر؟ نص الضيعه اجاهم جلطات والنص الثاني قاموا بالزلغيط. العمى بقلبهم زلغيط؟ ايه زلغيط. حدا بيفرح لحزن غيره؟ هيك عندهم هيك. بالضيعه ما في غير عيلتين، والمختار من العيله الثانيه، يعني مو من عيله فراج. فوق ما المختار من عيلتهم بيقوموا بزلغطوا. مو جده لفرج كمان اسمه فرج، راح وتنخع. شو يعني تنخع؟ شو بعرف، مسألي ابو ياسر هو بيعرف شو معناه تتنخع. المهم تنخع بوش المختار، وهي الشغله مو سهله بنوب بيروح فيها قتلها، ومن وقتها نشأت العداوه بين العيلتين. بس جده لفرج اسمه مرزوق جد ابوه لفرج، جد فرج فرج. ليش لساته طيب؟ ايه طيب، وعمره 120 سنه. فرج ابو 120 سنه ما انقرف شبابه، وفرج يلي عمره 30 سنه انقرف شبابه. شو هالدنيا هي؟ برد الفروج يا. خلونا ناخذ باص احسن. ليش الباص؟ في سيارتين بيسعونا، بعدين كلياتنا خمسه. اوجه ساعتها بالضيعه بيقولوا اجانا باص من الشام. هلا انا ضروري احكي معكم. ايه مشان الوجاهة لا تاخذوني. لازم تروح، كل ما كان العدد اكبر كل ما كان احسن. زمكن على جنبكم، بدكم تتبهدلوا. شو جاهزين؟ ايه جاهزين. طمني شلون الوادي. الله يقدر على الصبر. وينك؟ رح افوت احكي معك كلمتين واسيها فيهم دقيقتين يا جماعه. لك هلا وقت ابي ياسر، خلينا نلحق نصل على ام الطنافس. بعدين كلياتنا من واسيها. يا ابو ياسر مشوارنا بعيد على ام الطنافس. خلي المخلوقة تحس النوافذ جنبها. طيب خلينا نفوت نواسيها كلياتنا. ابو ياسر معه حق. لا ما في داعي تلبكوا حالكم، انا بحكي باسم الجميع. تكي بس. يا الله تفضل. يا الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معليش عمو كوثر، كلنا على الطريق، شو نساوي؟ وينك فردوس؟ ترى لحمك تافي على حسابك. ها بارك الله فيك ابو ياسر. بتوصلنا شي من ام الطنافس؟ سلامتك، جيب لنا كم بطيخه معك. يا ستي سياره بطيخ. لا اله الا الله. يا وخينا سهل. اي يلا يلا يلا. حاسه الطرطق اللي هالدحاحة حيل. ايه؟ يلا. شرفوا شرفوا. امشي. ايه. مرحبا. ام سعيد لا تبتسمي، في مناسبة. بعرف. أصلاً أنا جاي من شان هيك. مبروك على إيه؟ يو شو على إيش؟ من شان فرج. أم سعيد أنت جنيتي؟ يو هلأ هيك بتستقبلوا اللي جاي يبارك لكم؟ لك شو بكي أم سعيد، شو خرفتي على زغر أنت؟ هلأ الوحدة وقت بتترمر بتصفى بقمع راسها بيجوا بيقولوا لي مبروك، تروحي قتل. لا يو، أنا جاي بارك بنجاح العملية. لك أنا عملية؟ خدي اقري. ولين شو ها؟ قال دبول وأهالي قرية أم الطنافس يشكرون الدكتور زياد على العملية الجراحية الناجحة التي أجراها لعميد قريتهم فرج دبول بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له. ماما انسحبوا. سعيد بدي اعطيك سياره بطيخ مكعب بتطلع عالتنتين مدحبر. صحيح. خير شو هذا الحادث المؤسف؟ لك مو وقعت الطياره بالمثلث شيت البرمودا؟ الحمد لله على السلامه والف الحمد لله. ولي شو ها؟ شايفة ما بتعملي محلاها؟ شايفة؟ عجبتك بسيناك كثير، رح أغيرها. شو ها؟ لك ليش طفيته؟
تخرب بيتكم من حالكم، شو بكل العالم يحكوا علينا يعني؟ سهري ما صار له 124 ساعة وانتوا قاعدين على تفرجوا على التلفزيون. يعود بلا العيود. حط لك عشا جمولة. تاكل بطيخ جميل. وليه؟ وليه؟ يخرب بيتك من حالك، مالك زعلانة على جوزك؟ مبسوطة؟ جميل بس بقى اصبح انت مالك دريان باللي صار. ليش شو صار؟ لك مو سحبوا له فرج من المثلث شيط البرمودا. لا. خذ اقرا. دكتور انا قرأت مثلا في سجل الدكتور من التربية عمل الجدع من الجدع من الجدع. ولو كان ما في داعي لهالفرح. شلون ما في داعي للفرح؟ مو فرج راجع لنا؟ راجع لك؟ بجوز بقيان شي شقفه منه تم سمكة قرش. ما بيهمني، ناقص مو ناقص، المهم يرجع لي. امي معناتها انا لازم ارجع على ام الطنافس من كل بد مشان خبرهم باللي صار. خليك لبكره الصبح، شو صاير علي؟ بدي روح انتقم من هدول تبعات الزلغين. ليش كمان اليوم زلغطوا؟ اليوم مسكوا دبكه. يخرب بيت ام الامون. وهذا فرج جده لفرج، الله يصلحه، ما بيبطلها هالشغله. اي شغله؟ امبارح راح وتنخع بوشه للمختار. شو يعني تنخع؟ شو بيعرفني؟ اكيد شغله مو منيحه. شو بيعرفني؟ انا لازم اروح على ام الطنافس. اي روح. صحيح امي، وهذا ابو كاروس الله لا يوفقه هو اللي اخذه معه، شو بهدلنا؟ نحن ملبوشين بالعزاء، راح لما اولاد الضيعه كلياتهم وصار يلعبهم بالدحك، خسرهم، حاجرهم، اشتغلت لك الكريكات وزلقيت من قرنه ولويل من قرنه والحجار تطير من فوق راسنا مثل الشنه. لازم روح على ام الطنافس. تعال تعال جميل، مر على ابو ياسر وخده معك. تضربي انت وياه الثاني شو غليظ، ما بصدق امتى حدا يموت لحتى يهوش، منيح اللي ما تخسلت مشان روح على ام الطنافس. اي روح، مع السلامه، سلمي. هي مرت عمي خلصت الحلقة، حطوا الشارع بغيروا. كم 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 صباح الخير أبو الكر. صباح النور. لا كراسي المكسور شكله ما عم بحكي معك. أمرك نزلته؟ ها وين محروس؟ جوا عند المدام. مع صارب علي، المدام ما لازم تنترك لحالها، لروح انا كمان. شوف انت تعزي مالك، اسمعك شي 70 مره معزي لك. اذا انا القريب ما وقفت جنبها، مين بدي واقف جنبها؟ ها لك عشيت عمر من الصف الرابع سوا، بس هالمره ما بقيت تزبط معه. شو قصدك؟ شوف قديش انا سوسي نور خمار، بس الك بالذات ما رح افتح لك. شوفي احكي بدي احكي ولا؟ شوفها لو تقتلني بالبرانيش بدي. لك احكي قديش؟ برضو بديش. انا برايي لازم نتحرك بسرعه، الله اعلم معه مصاري ما معه مصاري، بيقدر يجي لحاله ما بيقدر. معك حق، هي صحيح العمليه نجحت، بس عمليه ايش؟ طيب شلون بدنا نوصل له؟ كيف بدنا نكوشه؟ الله يصلحه هو الثاني، يتصل ويقول وينه. شلون بده يتصل؟ ما بتعرف قديش غاب بمي من المثلث شيط البرمودا. بجوز يكون بالعناية المشددة، لا من تمه ولا من كمه. لك يلا. تفضل. تفضل فوت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل استريح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خبرك أبو كيرون؟ يقطع عمره الحيوان، صار له ساعة بحرب بدني وما كان يدري شيء. خير إن شاء الله، شو القصة؟ فرج. الله يرحمه الرحمن يا رب. شو الحكي اللي عم تحكيه عمي ابو ياسر؟ كشبره وبعيد. شو كشبره وبعيد؟ صرنا يومين حزك مزك على ام الطنافس. فرج ماما. ايه هذا مو حكي؟ شو الشغله على كيفه؟ شبك ابو ياسر؟ ليش هيك محمود؟ شو الشغله لعبه؟ وزعنا النعوات. انو نعوات؟ امبارح انا طلبت من المطبعه يطبعوا نعوات باسم الشركه ويلزقوها. يا لطيف شو بتحب الفاينه؟ مين طلب منك توزع نعوات؟ لك هذا واجب، بهيك شغلات ما حدا بيطلب للتاني. ايه مثل ما وزعت النعوات ابو ياسي، بتجيب سطل دهان اسود بتمر عليهم وحده وحده وبتلخبطهم. وينكم؟ تاني مره ما عاد اطبع اي نعوه الا بناء على تقرير الطبيب الشرعي. شو الشغله مسخره؟ صرنا يومين بكل شغل ما طلع. منين بنجيبه؟ انتم بتعرفوا اسم الجمعيه اللي نظمت الندوه؟ ايه اللجنة الدولية لتحسين اصناف البطيخ. خلاص انا بروح بجيبه. دين تعرف العنوان انت؟ اللي بيسأل ما بيتوه، بعدين امريكا ليك لحشة حجر. عم اذنكم. لك معه. صعي لحجة حجر. انا بعرف فركة كعب. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. ان شاء الله بتلهقوا بيدكاكي. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم.
شكر الله سعيكم. وين الجماعة؟ شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. ولا ترد علي، وين الجماعة؟ جوا. لك صحيح انت ما ادري. لك مو طاريك هذا فراش. طلع من القطاط بسبع ترواح. لك حدا بيطلع من مثلث برمودا؟ لك سحبوه من مثلث برمودا واخذوه على امريكا وعملوا له عملية ورايح محروس يجيبه من امريكا. يعني عايش؟ ايه. طالما عايش ليش هيك عم ترد على التعازي؟ اهلكت لك اهلكوني يا اخي، شو كل واحد يحكي له القصة لحاله؟ ها؟ والله مسخرة انت. شكر الله وسعيكم. عبال عندكم. شكر الله وسعيكم. لحم معي مين باخي شام بخوشي؟ انت ما كم صفات كبه صاروا ستة وهذا السابع. حاجك لو صار بيقدون بلا ما يخموا على الطريق. ما بيخموا ولا شيء، يا دوبهم يكفوا لوحين بدهم ياكلوا مو لوح واحد. مرت عمي حاجه باذنجان، ليش حاشيتيهم كلهم؟ بدي كمل عشوائي. ايه ماما، لانه فرج بس يشوف الباذنجان المحشي بتدب فيه الروح. شفتي شلون؟ بحسب حساب لقدام انا. كشك شن انجليش، كبة مقلية، باذنجان محشي بحد، كبة مشوية. امي هلا وين بدهم ينتعموا كل الاغراض على امريكا؟ ولا يهمك استاذ جميل ولا يهمك، شو انا بدي ينتعم على ظهري؟ طالع بالطيارة. محروس منيح اللي لقيتك. لك هذا فرج رجع غرق مثلث برمودا. حاجه ابو ياسر منين جبت هالحكي؟ مين اللي قال لك؟ كاتبين بالجريدة. هلا اذا كاتبين بالجريدة يعني ضروري يكون فرج بقلب الطيارة؟ خد أرى خد هات لشوف. قال دبول وأهالي أم الطنافس في المهاجر الأمريكية الشمالية والجنوبية ينعون إليكم ببالغ الحزن والأسى عميد أسرتهم وقريتهم فرج دبول الذي قضى في حادث مؤسف أثناء عودته لأرض الوطن. هو علينا، هذا الطيار ما كان ينضرب على قلبه ويحيد عن المثلث شيت برمودا دبقه؟ يعني إننا نرجع نلبس أسود؟ على كلن انا رح سافر ومو راجع بدون فراج، على رجلي على العكازات بالتابوت، مو راجع غير هو معي. عم بيقول تابوت. قومي بخيلها قومي خذيها لجوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. عليك يا فرج. معليش كوثر، معليش، مثل ما ملصوه من المثلث شيت برمودا اول مره بيملصوه ثاني مره. يا ماما يعني رح تكون كل وقعاته بزلابي؟ شو يعني زلابي؟ شو يعني زلابي؟ شو بعرفني؟ فهمتي شيء؟ ما فهمت شيء. احسن كوثر، شو رايك بكره الا ما يطلع له شيء دكتور ويشكروه على نجاح عمليته؟ وانت شو عرفك؟ فرج ما شاء الله حوله، ما شطيحه طوال سبيح، حتى لو وقعت الطياره بالمثلث شيت برمودا بيكمل سباحه. يا الله يا الله تعبناك معنا. يا الله اهلا وسهلا بعمي ابو ياسر. اهلا ابو ياسر. روقوا. السلام عليكم. محروس طار 10 12 ساعة بيصير بامريكا. ان شاء الله ما ينضرب على قلبه هالطيار ويحلق لي فوق المثلث شيت البرمودا. لك شو يحلق ما يحلق؟ ذاتا هو رايح خص نص لهنيك بيوفروا عليه تعب. ايه يلا لازم نروح نخبر اهله لفرج بيوم الطنافس. لا الله يرضى عليك عمي ابو ياسر، يقعد يكون كمان جده لفرج متنخي على بوش المختار، منتبهدل. هلا انتم ما بدكم تفهمونا شو يعني متنخي؟ ايه تدرسي شو مخك سميك، كم مرة بدي اقول لك انه انا ما بعرف، ابو ياسر بيعرف، فهمها عمي ابو ياسر. ايه شو بيعرفني؟ بس باين شغله مو منيحة، وجده لفرج ما بيعرف غيرها، كل يوم بيروح لعند المختار بيتنخى وبيرجع. هلا ايمنا من هالحديث انت وياه وياها مزبوط عم يحكي ابو ياسر، لازم تروح على ام الطنافس وتخبرهم واجب هذا. امي ليش لحتى نخبرهم؟ ما زال هن اللي ناشرين النعوه بالجريده. لا مو هن اللي ناشرين النعوه بالجريده. لكن مين؟ المغتربين شات ام الطنافس يلي بالمهجر. اه
معناتها لازم نروح نلحق على ام الطنافه. يلا امي بدك شيء من ام الطنافه؟ جيب لي 4-5 بطيخات. على عيني. قومي حطي عشاء. صباح الخير. صباح النور. شو مالك بالعادة تتأخر؟ كنت عم معلم نعواد. أيوة نعواد. لك شو قالوا نعواد؟ تبع فرج. لك الخير راني هي. أنت شو؟ شكرا على التعزيل. هي قديمة بنعرفها. طيب وهي؟ مبروك في حفل بهيج حضره أهالي الطنافس تم عقد قران عميد أسر الدبول سيد فرج على الآنسة ذات العمى. شو تجوز على كوسار؟ وشو مكتوبه؟ قال دبول وأهالي أم الطنافس يشكرون النطاس البارع الدكتور ماهر على العملية التي أجراها لعميد أسر الدبول السيد فرج. العمى شو هاد؟ رخات شو بلي هي لك عن هي شو؟ قال دبول وأهالي أم الطنافس ينعون لكم مزيد الأسى واللوعة. عميد أسرتي فقيدهم الغالي فرج دبول الذي شكر الله سعيكم. الله لا يعطيك عافية. لك عمي لا لك شغلة غيري. احرجوني متغنيت حبيت الصبح حبيت المساء لقيت نجاح منقطع النظير واشتغلت لك الدبكة من فج وغمي بالزور حتى ما لصت. بعدين هذا جوزك يا عيب الشوم عليه، ما بيصير هذا الشيء اللي عم يساوي. شو نحن لعبة بين ايديه؟ ليش لعبة؟ هو شو عم يعمل؟ لك حاجة بعد شو عم يعمل؟ إذا في براسه موالي غني ويخلصنا، لسه بيروج عن نفسه إشاعات. شي سلك بالمثلث شي برمودا، شي سطحوا بالمستطيل، شي طلع من المربع، حاجة بقى رح يحطنا بدائرة إلى أول ما لآخر، شو بيكار نحن؟ بدنا نعرف على المخدة بدنا نحط راسنا، بدنا نلبس أسود ولا ملون، فرايحي ولا حزايني؟ مالك هكلاني هم مشواري كل يوم عم طر مشوار على أم الطنافس وجده لفرج كل يوم بيتنخى بوشه للمختار. جميل لا تطلع لي خليه، فهمني شو يعني بيتنخى؟ فهمك؟ ليش أنا فهمان بالقبل لفهمك؟ طالع أي من القاموس. نخع نخع عم تفضل أبو ياسر. أنت كمان شفتوا الجرايد؟ شفناها. قريتوا الجرايد؟ قريناها. أنا رايح شيل النعوات بس على أنه خبرية بدنا نعتمد. أنت مين قال لك تلزي؟ ليش دائما بتلزي؟ إلنا تأكدت الخبرية. يا أحسن كنا حزننا وخلصنا بقى من هالشغلة. عيد الشر ماما. لكن إذا زبط هذا الإعلان شي في حفل بهيج أحسن ولا شي ترزق بمولود ذكر وأسمه أحسن وطهره أحسن. يزبطوا أنا مو فارقة معي، مهم يجيني واقف على رجلي. هلا على انه مخده بدنا نحط راسنا. عمي ابو ياسر حبيبي انت روح ارتاح ببيتك ايه ولا تتحش من خيرك بشي ما بيخصك. جميل ماما عيب تحكي هيك مع عمو ابو ياسر، فوق من الرجال زاتت حاله قدامنا وعم يقول لي لحم كتافي على حسابك تحكي معه هيك. ماما فردوس اللحمات اليك والعظام الي. حيلك حيلك ابو ياسر شبك شبك حبيبي انت اخذت كثير شايب. عمي ابو ياسر نحن لا بدنا اللحمات ولا العظمات، لا بدنا اياك لا بروستيت ولا مسحب. الله معك حبيبي بدنا نسوي لك قهوه بس صدقا ما في بن. مع السلامه. يا مع السلامه حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه ابو ياسر. نحن بنحبك كثير. مع السلامه يا حبيبي. اهلين وسهلين. خلينا نشوفك ها عمي ابو ياسر. اهلين وسهلين. عيدها ها عيدها. حبي الصبح حبي المساء. خرطوشي خرطش خرطوش او خرطوشي عامي وين كيف العمل يا حبيباتي والعقل يا حجين. خرطوشي خرطش خرطوش. هاي ابو كيرو ابوك يا الصباح. واي ابو كيرو واي ركبك 100 عفريت لما شفتني. فرج ابو كيروس انفرج. شو رجعك بمثلث برمودا؟ ليش انا كنت بمثلث برمودا؟ انا كنت بامريكا. بامريكا يا ابو كيروس. ابو كيروس وين ار يو؟ اي ام نوت هير. تعال تعال بقول الحمد لله على السلامه واقرا. الحمد لله على السلامه بس انا ما بعرف اقرا امريكاني. اه صحيح
صحيح صحيح، نسيت انه انجليزيتك ضعيفه. المكتوب عندك فرج دبول، Chief of International Committee of Improving Red Melon. يعني اذا سمعت بفهم. ان شاء الله فهمت ولا عمرينك ما تفهم. ابو كيروس صحيح شو بدي اقول لك؟ ماي وايف ان ذا هوم شيب. جيب عرفني يا هوم يا مع هوم. اي ام فيري هانجري باي. ابوك يا معلم. انت شو عملت بحالي؟ كناري حابة لك ليلة عاد بدون مجدرة. اشغال شاقة تنقاية العدس. تخن صوتها الثاني على البكي، ناقصني لأنه أنا. شبك شبك. لا شوفي شوفي شو صايركم بالبيت وانا جميل شوفي شو صاير وانا وسيدي. يا مان شبكوا في شي بروبليم. كوكو كوكو كوثر. لك شوفي شبكو. لا لك شوفي شبكو شبكو في شي. مرت عمي مرتي يمكن ليكون من العدسات. هذا انت فراج؟ يعني مزبوط الاعلان شيت الحفله. ليش وصلت الاخبار لهون مرت عمي؟ شفت لنا ريقنا. يخرب بيتك من حالك شو خوفتنا. كوسورة كوسا ماتت. كوسا لا تموت يا امي. كوسا لا لا ما ماتت. انا في ايدكم يا ادهنوا لها خردل تحت مناخيرها. لا ما بدي خردل. وين فرج؟ ليكني ليكني هو هذا فرج. ليش هيك عيونك؟ ركبوا لي عدسه. يا عالسقالي من تحت راسك صار جدك كل يوم يروح لعند المختار يتنخع ويرجع. عن جد؟ عن جد جدي تنخع؟ يا عليك يا جدي شو بشتاق لك. صحيح صحيح يا جماعه انا صاير كثير مفعولي قوي بعد ما رجعت. ما شافني حدا من اهل ضيعتنا بالكراجات الا وغطى على قلبه. هذا الشيء اكيد من العدسات اللي ركبوا لي اياها بامريكا. هذا بدل ما تقولوا لي الحمد لله على السلامه وتباركوا لي. ليش؟ لانك تجوزت. اهم لأنك رزقت بمولودين ذكر وأسميته أحسانا. هو لا ذكر ولا أنثى. لكن شو بده يكون عجب؟ طبعا بناء على الصنف اللي هجنته البطيخ المكعب. شوفي شوفي شو عينوني يا نور عيوني. شوفي فرج دبول Chief of the International Committee for Improving Red Melon. تعرفي شو يعني؟ رح أقول لك شو يعني. يعني رئيس الهيئة الدولية لتحسين أصناف البطيخ الأحمر. مبسطي هي رجع لك سالم ومدير الانترناشيونال افرتش نقعي واشربي ميته. فرج لا تزعل من ماما معلش هي مو مصدقة حالها. انت أول واحد بتطلع من مثلث برمودا. لك شو قصته هذا مثلث برمودا؟ لسه كل ما حدا شافني بيقول لي مثلث برمودا مثلث برمودا. لك مو وقعت انت بالمثلث جيت البرمودا وطلعوك من المربع وسطحوك بالمستطيل وحطيتنا وقتها بدائرة إلى أول ما لآخر إلى شباك ما لا طاقة. إيش ونحن بيكاف صرت تفتلنا فتل فيها. أنا لا تسطحت ولا سطحوني ولا طلعت ولا نزلت ولا فتلت حدا. إذا أنا مثلث برمودا كله على بعضه ما مرقت من فوقه. والجريدة؟ أنا جريدة. خد اقرأ. شكرا على تعزية. هذا مو اسمك وأم الطنافس مو ضيعتك. هذا اسم جدي. ايوه ايوه اساسا انا كل يوم بقرا الجريده مشان اعرف اذا هو لساته طيب ولا مات. هلا كل هالقد مهم جدك لحتى كل يوم يكتبوا عنه بالجريده؟ لا جدي عنده زاويه يوميه انا بقرا له اياها كل يوم. اذا ما شفتها بالجريده بنشغل بالي بعرف انه صاير له شيء. ليش جدك صحفي؟
كمان لا، بس جدي عنده عادة مو منيحة، بكتر بهارات كتير، كل ما يحكي شغلة بيرش لها بهار. اتصوري إذا بده يطبخ حبة رز بيحط لها علبة بهار. المهم يلعو قلبك إلهي لعية قلبي، مو أسأل منك إلا جدك. مشان هيك ما حدا بيحترمه، مرة حط عينه على المخترة ورشح حاله للانتخابات، أم ما حدا انتخبه. قال لحاله عميد أسرة آل دبول، ماشي الحال، ومن يوم تاكل يوم ببعت على الجريدة، شكر على تعزية، برقية تهنئة بعقد قران، حي الله شي، المهم يبعت على الجريدة. وشو بيستفيد؟ شو بيستفيد؟ شو بيستفيد؟ أنا الله عليك يا جدي، كل يوم بينزل اسمه بالجريدة، عميد أسرة آل دبول، وما بيعبي عينك ها؟ هالقد طوله. فيها بقى فرطنا من جوعنا، شو لإمتى بدنا نستناه؟ أنا كمان جعت كثير. دهيله يا فرج! فرج! ما عم يسمع. تفضل ابن عمي. هاي جايز. هاي جايز، برد الشايز ونحن عم نستناه. عم رد على التليفونات ونسيت إنه رئيس الهيئة الدولية للبطيخ. إيه البطيخ المبسمير. لا البطيخ الأحمر، هذاك المبسمير سلموها لواحد هيك من طولك من جوايانا. لانه هي لها فروع بكل دول العالم. هلا شفنا بالحكي، خلينا نتعشى مشان لحق ندفي. ايدك لا تجي ماما. صحي وين مرت عمي؟ اعطيتها التليفون، عم ترد على مندوبة البطيخ الاحمر بجزيرة دورادورا بالمحيط الهادي، بدهم طولين بطيخ مكعب. ها؟ فهمني يا طويل شو هذا البطيخ المكعب؟ البطيخ المكعب، هذا يا سيدي بتحط البطيخة بعلبة لما تكون صغيرة، ها؟ بتطلع مكعبة لما تصير كبيرة. خلاص اوكي مسز كارولينا. فورتونز. اوكي اورايت جود باي كارولينا. فرج طلع ما بدهم طونين، بدهم 4 طن. قد ايه بيطلع لنا منهم؟ بيطلع لنا منهم شهادة تقدير كبيرة. لك مصاري مصاري. مصاري ما بيطلع لنا، هيك اتفقت اللجنة، قال البطيخ لازم يكون وجبة غذائية مجانية. اروح يا مرحبا مجانية، مجانية قال. ايه روح، يروحوا ياكلوا بطيخ مبسمر، مو بطيخ مكعب. لا مرت عمي، هدول زملائنا. جماعة جوايانا، جماعة البطيخ المبسمر ما بنضارب عليهم. لك فهمنا، قديش رح يعطوك راتب على هالشغلة؟ أنا بدفع $1000 اشتراك شهري تخصص لتحسين أنواع البطيخ المكعب. في 7 نعام. يلا بقى أنت بنستناك ونطف قلبنا، مية؟ قولي أنت أنا ما بدي أكل. يلا فراد. جميل جميل جميل، اسأله شو يعني تنخى؟ هلأ أنت يا اللي شاغل مخها. أخي فراد شو معنى تنخى؟ يعني أنا بو عليك. لا، لك عم بو. خلصي بقى شو صار معاك؟ معاك عم يرد بمثلث برمودا عن الطريق. طن بعدين وين؟ طيب اتصل بأمريكا، خلينا نشوف إذا هذا محروس الزفت راح على لجنة البطيخ المبسمر. أمريكا أي أمريكا. لعمة هجب على الشارع. شو؟ عن الطريق. وين بعدين طن؟ ايش طن كبير على الدم؟ شبكوا، شوفي، شوفي شبكون. ذاتا مو اضرب منك انت يا شنطة الحفانة الا محروس الزفت. ليه شوفي شو صار؟ لك انت رحت على امريكا وما كنت تعرف تتصل من هنيك، وهي محروس كمان. اتصلوا، خبرونا، طمنونا منشان ما ينشغل بالنا. لا، لو سمحت، انا اتصلت 20 مرة، 100 مرة، 200 مرة، وكل مرة كان يطلع لي صوت ابو كيروس، شيء اللي شكر الله سعيكم، شيء اللي عقبال عندك، شيء اللي تلحقوا بايدك كعكة. فكرت مرت عمي ماتت. قيس برا وبعيد، بعيد الشر عنها. هلا انت اللي كنت عم تتصل؟ اي انا اللي كنت عم بتصل. لك هو واحد بيتصل لي 100 مرة، واحد بيعزيني 70 مرة. لك رح تعلاني فيها ولا؟ بعدين مين بده كعكة ولا؟ معقول هيك يعمل معي؟ فزاعة شو قليل ضمير، تعي افتحي مقوصة. ايه لك تعي افتحي يلا. ايه كملي لي بركي بقدر حل مشكلتي. محروس ماما، اذا محروس موجودة؟ تفضل الحمد لله على السلامة. روحي هلا بعدين بكمل الحديث معك. محروس ليش تأخرت؟ غلي قلبي عليك. مثلث برمودا شبه فتلته فتل فتل يا مدام، ما لقيت حدا.
ما شاء الله عليك. عود عود محوس. تفضلي الاغراض اللي وصيتك عليهم. شو تركوا جميل. موصي على اغراض امي. شو صار معه؟ احكي لنا محروس شو صار معه؟ اخ يا جماعه لو تعرفوا شو صار معي. قول لنا شو. سمكة قرش لحقتني. ضليت قاعد تحت الصخرة ساعتين متخبي وهي واقفة قبالي عم تتطلع فيني. ساعتين بلا هواء؟ لا كنت لابس لبس غواص انا. بعدين راحت؟ لا ما راحت. كان شلون طلعت؟ طلعت جنبي لقيت السدة تبع المحيط، السدة هي مثل شيت البانيو. ايه قلت لحالي بسحبها بتقوم بتفضى ميته. مزبوط بتموت السمكة. وهذا اللي كنت انا مفكره. سحبتها. شو صار؟ طلعت لغم بحري. ايه معلش يا محروس الحمد لله على سلامتك، المهم انت ما صار لك شيء محروس. قال ما صار لي شيء، قال ايه رحت 200 شقفه انا. لك شو 200 شقفه ما 200 شقفه، ليكك ما شاء الله حولك ما فيك شيء. قال الان ما فيني شيء، لو تعرف كم برغي وكم عزقه وكم رنديله حطوا لي لرجعوا جمعوني بامريكا. المهم يا مدام فرج ما لقيته، اكيد اكيد القرش خلص عليه. فرج قاعد بمكتبي مصنبع ورا الطاوله. شلون مصنبع؟ وهدول مو جراباته اللي لقيتهم قاع المحيط انا؟ يا الله يا الله. اهلين ابو ياسر تفضل. محروس الحمد لله على السلامة، الله لا كان جاب الغلا. ابو ياسر فوت على المكتب قول له لفرج يجي مشان يشوف محروس. ايه فرج راح على مثلث برمودا ليدور على محروس. برمودا؟ امي اختي. لا اله الا الله. كده لجوا لا اله الا الله. لا اله الا الله.